ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Assalamu alaikum sister, how are you? This is our plan inshallah for this month. We'll start reciting from Surah Al-Baqarah inshallah. We'll do it this month inshallah. Let's start it. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على ربهم وأولئك هم المفلحون. Hey sister, and we'll continue inshallah next reciting this surah inshallah. This is our plan. See you inshallah next time. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.